السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم. هنعمل طبخة للصيف حلوة فيها كل الأكل اللي احنا بنحبه، الأكل المفيد جدا جدا جدا، من أكتر الحاجات المفيدة، وتزودوا زي ما تحبوا، يعني كل حاجة ممكن أزودها فيه. طبعا الأكلة دي خفيفة، أنا مش هعملها أكلة سخنة وتقيلة. شوفوا، الأكل بتاع الصيف لازم يكون معظمه اعتمد على الأوراق الخضراء والسلطات، لو حتى طبيخ هطبخه يبقى معظمه مطبوخ زي سلطة، أوكي؟ ما عدا طبعا الملوخية لازم هتكون سخنة وبتغلي، بس فيما عدا ذلك كل الحاجات ممكن ناكلها باردة، يعني ناكلها على شكل سلطة، بتطلع حلوة جدا. الشتاء العكس بقى، الشتاء صواني الفرن بقى، صينية اللحمة مع الخضار، كل حاجة، لأنها بتمتص طاقة عالية جدا وقت الطبخ وهتطلع علينا. فأنا مش عاوزة في الصيف أبقى واكلة أكل بيطلع عندي سخونة، أوكي؟ فمن الحاجات الحلوة هعمل بقى الخضار ده كله، هجيب الكرنب، هجيب جزر، لو عندي الخضار المشكل ده الفروزن حلوة قوي. احنا قلنا الخضار الفيتامينز في التجميد ما بنخسرهاش، فأنا ممكن نخسر البروتين شوية منه، بس الفيتامينات لا، بالعكس ممكن تتضاعف في التجميد. فعندي خضار مجمد، ممكن بس البزلة، بس ممكن الفاصوليا، بس ممكن اي حاجة متوفرة عندكم، ممكن بس اكتفي بالحاجات دي الفريش اللي موجودة في البلد عندكم. هحتاج بقى عشان خاطر اعمل دريسنج للأكلة دي بعد ما اطبخها، عاوزة زيت زيتون بس كمية حلوة كبيرة كده، عاوزة مثلا ورق نعناع لو بتحبوا طعم النعناع في الاكل، لو كده يبقى ورق البيزل اللي هو الريحان، حلو قوي كمان وبحتاجه، ومليان فيتامينات. كل الحاجات دي هتكون محطوطة باردة طبعا مش مطبوخة. وعندي وليمون، هحتاج ليمون كمية كبيرة. عاوزة توم، عاوزة خل عدوي لو موجود عندكم، او خل التفاح العادي. اوكي، بسم الله، نشوف هنعملها ازاي. هقطع كل حاجة سلايسز رفيعة جدا. بسم الله، مع الجزر تعرف فيها جدا. هدي الخضار بتاعنا بعد ما قطعناه، هحط عليه بقى شوية ملح بس، مفيش اي حاجة تانية، لاني هتبله على مهلي. شوية زيتون، زيت زيتون، واقلبه على نار هادية، طالما في زيت يعني نار هادية. اوكي، بسم الله، هديك الخضار المجمد جميل ده، الملون ده، كمل بقى تقليب، سوتيه كده شوية ودبل، شفتوا، حطوله بقى شوية مية مش كتير، انا مش عايزة اسلقه، انا عايزة بس بخار المية يطبخه بس كده، بغطيه بس مية سخنة بيبقى احسن. هنفرم ناعم بقى قوي الريحان او النعناع زي ما تحبوا، وكمان التوم. بسم الله، حط كل بقى اللي انا التوابل دي بتاعتي الجميلة، هحطها في زيت الزيتون، واعصر عليها شوية من الخل وشوية من الليمون، شوية خل، بسم الله، وعصرتين، يعني دي الليمونة كاملة انا هحطها طبعا. طبعا المفروض ما فيهاش نقطة مية، يعني شوية المية اللي انا حطيتهم نص كوباية صغيرة، ونار هاديه يا دوب استوت بيهم بالظبط. لو طلع عندكم ميه زياده صفوها من الميه، الميه دي ممكن تحطوها في شوربه، ممكن تحطوها في مخلل لما تبرد، اي حاجه، اوكي، بس اهم حاجه ما يكونش فيه ميه. دلوقتي هنحط الدريسنج بتاعنا كله. بسم الله، شوفوا الشكل الجميل، الطعم طبعا رائع. انا ممكن ازود بقى زيتون مخلل، اللي بيحب الزيتون احط عليها مور زيتون، ممكن احط عليها شويه من الزبيب لو ولادكم بيحبوا الزبيب في الاكل، يعني الطعم المالح مع الطعم الحلو ده، ممكن احط ونت، انا ما حطيتش الحاجات دي في الاول عشان مش عايزه حد يقول اه ما عنديش، لا، كل دي زيادات، انا الاصل عندي الخضار. اكله دي حلوه جدا صحيه، ممكن تقعد في الثلاجه طبعا، واطلعها واكلها بارده، دي احلى حاجه.
صح علينا وعليكم، اشوفكم فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله.